حلم تحقيق شروط اليوتيوب ال 4000 ساعه وال 1000 مشترك. ناس كتير جدا بدأ على اليوتيوب او بقى لها فتره كبيره مش عارفين يحققوا شروط اليوتيوب. ناس كتير جدا جالها احباط، ناس كتير جدا سابت القنوات بتاعتها لسبب ان هم ما عندهمش تفاعل. بينزلوا الفيديو، الفيديو ممكن يجيب 20 مشاهده 50 مشاهده لكن مفيش تفاعل، مفيش عدد مشتركين بيجي، بالتالي مفيش عندك تفاعل خالص على قناتك. النهارده يا جماعه في الفيديو ده هتقدر انك انت تحقق حلم تحقيق الشروط على اليوتيوب وتحقيق شرط ال 4000 ساعه وال 1000 مشترك بكل سهوله. كل ما هو عليك انك انت تتابع الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا الشرح يا ريت تساعد اخوك وتعمل اعجاب للفيديو. كل يا جماعه ما الفيديو ما عملت ليه اعجاب كل ما زاد عدد انتشاره اكبر على منصه اليوتيوب وبالتالي بقى فيه تفاعل اكتر. يا ريت يا جماعه تساعد اخوك وتعمل اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان اي فيديو انا بنزله تقدر انك انت تتابعه اول باول. غير كده كمان تقدر انك انت تستفاد بالمحتوى اللي انا بقدمه واللي انا بتعب فيه عشان. يلا بينا نبدا في الشرح. مبدئيا كده يا جماعه ناس كتير جدا عندها برنامج انا وهو برنامج التيك توك. طيب واحد دلوقتي هيجي يسالني ايه علاقه اليوتيوب بالتيك توك؟ مبدئيا كده يا جماعه الطريقه دي قليل جدا، 20% من منشئي المحتوى على اليوتيوب عارفين الطريقه دي والسر ده. طب ايه هو السر وايه هي الطريقه؟ الطريقه يا جماعه انك انت هتعمل عمليه ربط قناتك مع حسابك على التيك توك. كلنا عارفين ان سرعه انتشار الفيديوهات على التيك توك اسرع كتير من اليوتيوب. بمعنى لو انت جيت وعندك حساب بالفعل على التيك توك وجيت جربت ونزلت فيديو واحد ممكن يجيب لك في ساعه مثلا، في ساعه مثلا على سبيل المثال لو انت لسه مبتدئ على التيك توك ممكن يجيب لك 1000 مشاهده، 1000 مشاهده ده غير المتابعين. طيب احنا كده هنستفاد ايه؟ هتستفاد انك انت لما تيجي تعمل ربط للقناه بتاعتك على حسابك على التيك توك اي حد هيجي يخش ويشوف الفيديوهات بتاعتك واعجب بالفيديو بتاعك هيخش على حسابك على التيك توك هيبان له رابط القناه بتاعتك على اليوتيوب وبالتالي انت هتكسب عدد مشتركين وعدد مشاهدات اكتر وعدد تفاعل اكتر على قناتك. بمعنى احنا هنخلي التيك توك وسيله وشهره قناتنا على اليوتيوب. طيب واحد دلوقتي هيجي يطلع يقول لي طيب مش غلط ان انا اربط حساب قناتي بحساب التيك توك؟ لا يا جماعه مش غلط خالص، ده حاجه شرعيه. بالتالي انت بتعمل ربط للقناه بتاعتك على اليوتيوب معنى كده انك انت بتستعمل الطريقه دي بطريقه شرعيه، مش معنى انك انت بتبعت الرابط لحد ويقول له بعد اذنك اتفرج عليا، دي طريقة غلط. لكن انت بتعمل يا جماعة ربط ما بين برنامج وبرنامج، دي ما فيهاش اي مشاكل خالص ومحدش يخاف، دي طريقة مضمونة جدا لزيادة عدد التفاعل وتحقيق الحلم لتفعيل الربح على قناتك على اليوتيوب. زي ما كلنا عارفين ان في سلبيات على التيك توك، انت تقدر انك انت من خلال التيك توك تتشهر بس محتاجة ذكاء منك، انك انت بعد ما بتنزل الفيديو على اليوتيوب تبدأ انك انت تنزله على التيك توك. التيك توك سرعة انتشار الفيديوهات فيه اسرع وبالتالي التيك توك انت هتاخده عامل مساعد لزيادة عدد التفاعل عندك على القناة بتاعتك على اليوتيوب. طيب من غير كلام كتير تعالوا بينا نشوف الشرح وازاي احنا بنربط القناة بتاعتنا بتاع اليوتيوب على حسابنا على التيك توك. مبدئيا كده يا جماعة كلنا انت لازم ان يكون عندك حساب على التيك توك، تمام؟ لازم تعمل حساب على التيك توك. طيب بعد ما هتخش وتعمل حساب على التيك توك لو جيت هنا ودوس على تعديل الصفحة، تمام، ونزلت تحت اهو التيك توك بيسمح ليك بطريقة شرعية انك انت تربط حساب الانستجرام وحساب اليوتيوب، يعني تقدر انك انت تربط حسابين بحساب التيك توك. طيب لو جينا هنا ودوسنا على اليوتيوب، تمام، على طول التيك توك هيطلب منك
عنوان البريد الالكتروني بتاع القناه بتاعتك. طيب واحد دلوقتي يسالني طيب مش كده غلط؟ مش كده قناتي ممكن تتسرق؟ لا الموضوع يا جماعه مضمون، ما تقلقش، تقدر انك انت تربط قناتك بحساب التيك توك، ما فيهوش اي مشكله. بعد ما هتكتب اسم الجيميل بتاعك الخاص بقناتك والباسورد، هتلاقي التيك توك كاتب لك جنب كلمه اليوتيوب اسم القناه بتاعتك. معنى كده انك انت عملت ربط لحساب القناه بتاعك على التيك توك. طيب تعالوا نشوف كمان في ميزه حلوه كمان. طيب نيجي هنا نشوف والصفحه بتاعتي اهي على التيك توك. طبعا انا ما عنديش اي فيديوهات انا بنشرها، ان الحساب ده حساب جديد. هتبص هتلاقي ان علامه اليوتيوب ظهرت في الحساب بتاعك، يعني معنى كده ان اي حد هيخش على حسابك على التيك توك هيظهر له علامه اليوتيوب، وبالتالي لو داس عليها هيتحول على طول، اهو هيتحول على طول على قناتك على اليوتيوب، وبالتالي هيعمل لك اشتراك، هيعمل لك مشاهدات، هتكسب وهتحقق حلم ال 4000 ساعة وال 1000 مشترك. اهو زي ما انتم شايفين دخلني على طول على قناتي على اليوتيوب من غير اي تعب. هتقدر انك انت هتكسب عدد مشاهدات، عدد مشتركين، دي حاجه يا جماعه بجد قليل جدا من صناع المحتوى على اليوتيوب عارفها. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى من كل واحد شاف الفيديو ده يا جماعه يدعمني ويعمل اشتراك في القناه واعجاب للفيديو ويتفعل الجرس عشان يوصلك اي محتوى انا بنزله اول باول. شكرا ليكم، كان معاكم عمرو فارس ودي قناتي مبدع محتوى. يا رب تكونوا استفدتوا، مع السلامه.